كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وبلغكم ربي كل عيد لا فاقدين ولا مفقودين وعيدكم مبارك. نقول بسم الله نبتدي معاكم اولى حلقات برنامجنا يا حلو يمعتنا. نعرج على يا حلو يمعتنا، لكن قبل هذا وذاك نحب اول شيء نهني صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وكل القياديين في هذه الدولة الكريمة، وعلى رأسهم معالي سيادة وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح على الجهود المبذولة لرقي ورفعة خلونا نقول هذه الدولة الحلوة الجميلة اللي اسمها الكويت اللي احنا نعيش فيها. بدوري اليوم راح أكون معاكم بأولى حلقات برنامج يا حلو جمعتنا، هذا الشعار المرحلي الجميل اللي عشناه على مدى 30 يوم من شهر رمضان الفضيل، وصولا إلى أولى حلقاتنا وأول ضيوفنا وأول فنانيننا من أول مسلسلاتنا اللي انعرضت، مسلسل تاريخي جميل تراثي بحاجة إحنا للأمانة إلى هذه الأعمال اللي تثري خلونا نقول تاريخنا الزاخر من خلال إثراء الثقافة المعرفية اللي تكون موجودة عند أبنائنا والأجيال القادمة وحتى جيلنا إحنا. بدوري أنا فخور اليوم بجلوسي أمام أستاذ ومعلم ومخرج كلنا تتلمذنا على إيده، هذا من ناحية وزارة الإعلام وكوني مذيع، ومن الناحية الثانية كوني مشاهد وأحب أعماله للأمانة كفنان قدير والكاركترات الجميلة اللي دائما ما يقدمها الفنان القدير علي جمعة. منورني ومشرفني أستاذ اليوم. حبيبي أنا أشكرك على هذه الجمل الجميلة، وإن شاء الله نكون أهلا لها. في البداية يقدم أسماء آيات التهاني لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صلى الله يحفظه، وأيضا لولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صلى الله يحفظه إن شاء الله، وأيضا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، ونقول كل عام بخير عساكم العائدين الفائزين ان شاء الله. الله يسلمك وعساك تعود كل سنه لا فاقد ولا مفقود. استاذي انتقالا الى انسان جميل جدا زاملته بالعمل، زاملته في الفن وزاملته في الانسانيه، اهم منهم كلهم اخوي الفنان الجميل ابو محسن القفاص، منورني اليوم يا اخوي. نورك الله يطول عمرك ومشكور على الكلام الطيب. اول شيء احب ابارك سمو الامير الشيخ جابر الاحمد جابر الصباح وولي عهد الامين، أقول لكم كل عام وانتم بخير وأهني الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية يا جماعة. الله يسلمك ويبلغك إن شاء الله كل عيد لا فاقد ولا مفقود. وصولا إلى شخص هو شقي من أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، هو إنسان جميل جدا بنجوميته الشابة وبروحه الحلوة، والمفارقة الأجمل كل ما أسافر ديرة ألاقيه قدامي صدفة وقال لي هاشم لا تقابلني لقاء تقليدي ولا لا تصف لي كلامك الجميل، أبا عرج أبا انتقل إلى أخوي حبيب قلبي الفنان الجميل الشاب أنا بسميه النجم الصاعد وبقوة ناصر الدوسري، منورني ومشرفني يا حياتي. النور نورك طبعا، أقول لك كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة، والمشاهدين كل عام وانت بخير وعيدكم مبارك، والشعب الكويتي والخليجي كله يا رب يسلمك وخليك، وأيضا أخوي ناصر عسى ربي يبلغك كل عيد وكل رمضان لا فاقد ولا مفقود. نروح تواترا بالأعمال وبالمقامة الفنية ولا يهون أي أحد، لكن خلنا نروح حق أستاذنا علي جمعة ونسأله في البداية الأعمال التراثية الأعمال الجميلة اللي تصير يعني تعاون ما بين خلنا نقول تلفزيون دولة الكويت كمنتج منفذ وما بين المنتجين الآخرين، مشاركتك أنت فيها أحد الوجوه اللي لازم نشوفها في أعمالنا التراثية ومالنا غنى عنها الفنان علي جمعة، ارتباطك بالتاريخ الفني التراثي الجميل أستاذ علي. حقيقة شوف احنا بأمس الحاجة لهذه النوعية من الأعمال التراثية، احنا بشكل عام يعني نتكلم بشكل خاص الكويت وأيضا بشكل عام الخليج محتاجين إلى هذه النوعية من الأعمال لإبراز الموروث الشعبي الخليجي أيضا موروث الكويتي للجيل الحالي. الجيل الحالي يعني احنا كنا نتمنى أن تكون هناك بيوت القديمة الفرجان ما انهدمت على الأقل، لو يكون فريج لو شيء بسيط جدا. نعم الآن ما في يعني هذه النوعية من البيوت، هذا التراث كله راح انهدم صحيح. فبالتالي لما نقدم هذه النوعية من الأعمال التراثية
نؤصل التراث من خلال الجو العام، من خلال البيوت، من خلال الجملة، من خلال المفردة، من خلال الأكل، من خلال حتى العادات والتقاليد الجميلة هذه، فإحنا بأمس الحاجة لها. فبالتالي العمل التراثي عمل بشكل آخر، يعني ترى العمل التراثي يحتاج إلى تفاصيل، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى أنا أعتقد مجهود مضاعف للأعمال المدرن. صحيح. لأنك أنت هني الآن قاعد تتعامل مع حقبة زمنية معينة، قاعد تتعامل مع مفردة معينة، قاعد تتعامل أيضا مع الناس اللي أمامك، قاعد تتعامل حتى كشكل القصة اللبس. فبالتالي جميل، يعني أنا أتمنى في كل سنة يكون هناك عمل تراثي جميل عشان نأصل هذه الأصول التراثية للجيل. أكيد أستاذي، وكلامك صحيح 100%، وأنا اللي أثبت على هذا الكلام للأمان أنه هو هرم ومدرسة إعلامية وفنية جميلة. من واقع الكلام اللي تكلمنا مع الأستاذ والفنان الغدير علي جمعة، خلونا نشوف هذه المشاهد التراثية من بياعة النخي، ونرجع نتواصل معكم مرة ثانية ويا حلو يمعتنا. عجبك اللي سووه؟ لا ما عجبني ولا عجب حتى اليهال، كلنا ثرلمناهم. أنا ما جيت إلا حشيمة لك. بيض الله وجهك يا فهد، ما قصرت، بس يا ريتك تميت عاد. ترضاها لي يعني؟ أنا مو أقل منهم إذا مو أحسن. لك الحشيمة والكرامة يا فهد، ما حد رضى باللي سووه، وأبوك ما قصر في أخوك، حتى طلع زعلان. عسى ما يرضى. يبا خلينا نخلص من هالسالفة هذه ونفتك. أنا ما قصرت، جيت. ما يخالف يا أبوك، خلنا نسوي قاعدة ثانية، وعهد من عندي أنا، من تدخل كلهم يفزون ويوقفون قدامك، شو اللي تبي بعد؟ لا يبا لا، ما يصير، أنا ما يضمني مكان مع هدون هذا أبو سليمان، نشف وجهه. يبا فهد، هالمرة هذه بس علشاني أنا، لباكر الله ياخذ أمانته، ترى والله تندمون. استغفر الله العلي العظيم. علشان أبيك يا فهد، فرح قلبه وخليك أنت أحسن منهم، وترى اللي يسوي العيب ما يعيب الناس، يعيب نفسه، واللي سووه ما يرضي أحد. أي ويوقف وشاهينه ما يحضر. يا يبا عمها هذا شو ما يحضر؟ ما يحضر ولا ماكو خطبة ولا أكو ملكة. لا يحضر يا أبو فهد. خلاص يا يبا، اللي تامر فيه ما يحضر ما يحضر. خلاص نشوفهم. أنا ماني فاضي. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية من بعد هذه المشاهد الجميلة وهذه الإفيهات الرائعة من الفنان علي جمعة. لكن أبي أسأل سؤال أنا قبل كل شيء، أخوي عبد المحسن، أول يوم العيد بالنسبة لك زين، وأول يوم العيد هو فرحة للأمانة للكل، وخاصة الفنانين لما يشوفون خلنا نقول ردود أفعال الناس اللي تابعتهم على مدى 30 يوم، ردود أفعال الناس من بعد مشاركتهم في أعمال درامية وروحتهم للمسرح وانتقالهم وسمعت السكسيل الجميلة هذه، ها أنا بدعت ولا ما بدعت، خلنا نقول في رمضان، شنو يعني لك أول يوم العيد؟ والله أول شيء أول يوم العيد أنا أفضل يكون يوم عائلي جدا. حلو. زين، بعيد عن السكسيهات. بعيد عن السكسيهات. إيه أحب السكسيهات أسمعها من لها أول شيء، لأنهم أكثر ناس يصدقونك الغول. حلو. بالتالي راح تسمع جمعتكم جميع الانتقادات إن كانت سلبية زين أو إيجابية. ما راح يجاملون ولدهم. ما راح يجاملون ولدهم، فما راح يجاملونك. وبالتالي طبعاً راح أسمع السكسيه الثاني إذا كان جيد أو سيء من الناس. حلو، يعني ما شاء الله أنت تأخذ الأقربون من ثم تذهب إلى الناس اللي تبي نعم. تسمع منهم. والسكسيه خيرة، ترى زاملته في أحد المسرحيات ما شاء الله عليه، وربي يواليه العافية على فنه الجميل. ناصر، قبل سنتين كنت أقول لك أنت فنان جميل وأنت راح تطلع أو تبرز بروز رائع وقوي جدا، ما تبي حكي المذيعين هذا ما شاء الله عليك أنت. لا مو سيء، حبيب وبدي يناشبني أنا كم مرة حبيب، أعطي أداء أول يوم العيد شلون بالنسبة لك، وشلون التعامل مع أول يوم العيد؟ نحن خاص العيد فرق من قبل سنتين، الحين صرت ناصر لكل خطوة محسوبة عليك، كل كلمة محسوبة عليك، كل تحرك بمجمع بسفرة بمكان محسوب عليك. ولا أنت شفك على السفرة الحين؟ خلنا هني خلنا ورانا سفرة بعد العيد ترى. طبعاً أول شيء أقول الحمد لله يا رب، أنا كل مسلسلاتي يمكن تكون ورا قبل رمضان أو بعد رمضان، فالحمد لله مسلسل بياعة النخي أعطتني أم سوزان وأستاذ باسم أمير فرصة إني أكون بياعة النخي. ف
فبالردود اللي قاعدتيني وايد حلوة من كتاب من ربع من أهل، لدرجة حتى كنت قاعد أصور ببيت تيني أم شنو بيصير، شنو بيصير بالمسلسل، شنو بيصير آخر حلقة. فلما تيجي الردود ليش أنت كذي، ليش أبوك قاعد يطقك، كاه أبوي قاعد وقاعد يطقني. بس تبي نشوف ناصر، أنا أظن لأن وايد ناس طبعا انا ردود افعالي وين اخذها، انا تقريبا يوميه بسوق المباركيه. حلو. انا برمضان دائما اخذ لي جوله اعيش الماضي وعبق الماضي وريحه الاجواء الحلوه هذه جميله والخريط. ها الخريط يحب الخريط. ردود الافعال اخذها من خلال الجمهور، فيقولوا لي انت ايش قاعد تسوي، ما خليت احد، ما طقيته، طقيت زوجتك، طقيت ولدك، طقيت سالفتك. اقول لهم يا جماعه صدقوني ما جس ولا واحد فيهم، لا زوجتي ولا ويقولوا لي اطراق لبس، الاطراق كله يقول اطراق لبس صح، هو لبس ولا ما لبس؟ والله ما لبس. لا ما لبس. ما لبس. لا. لا. كان عندك تصريح خطير انت تحت الهواء. شنو؟ قلت انا مع هدي الفنان علي جمعه وابوي ابو فهد. شوف للامانه ردك علي استاذ والله العظيم. لا ليش قلت؟ قال انا مع هدي علي جمعه. لا انا شوف انا اعوذ بالله من كلمه، انا انسان لازلت في بدايه السلمه ولازلت اتعلم من الكل، بالتالي انا همي الاول والاخير اني انا في اي عمل اتواجد فيه، فما بالك لما يكون عمل مكتوب من الاستاذه حياه الفهد. يعني مدرسه صحيحه، انت قاعد تقدم شيء جميل جدا، فدائما انت في 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 حاله من القلق، حالة من التوتر، ماذا تقدم؟ إيش بتقدم؟ صحيح. لازم تترك بصمة. لله الحمد، اللهم لك الحمد. صدى بياعة النخي، مو لأن أنا فيه وإخواني، هذه حقيقة أنا أخذتها ردود أفعال، سواء من التويترات أو شنو يسمونه الثاني هذه؟ إنستغرام. إنستغرام. سناب شات هذيل. كله يعني. وما بالك الناس، شوف الناس ما تجامل. يعني الناس ما يعني لا يصير ليك لا اخوك ولا هو فنان، احنا ما شاء الله بعض الفنانين يا اخي ايش قدمت انت، وش هالعمل الجميل، بس حرك عنه شوي خمس دقائق، شنو هذا عمل هذا يقدمونه، لكن لما تاخذها من الجمهور تاخذها بشكل كامل واقعيه شفافيه بالضبط، يقول لك انتم قاعد تقدمون شيء جميل، الله يا ريحه اهلنا يا ريحه اجدادنا، العمل هذا جميل، الجمل المفردة الجميلة، قضية الشخصية لما تكون شخصية قاسية هذا طبيعة الحال، يعني هي طبيعة الحال، يعني هناك في خير وفي شر، فبالتالي السؤال وايد كانوا يسألوني شو اللي راح يصير، لين شافوا الحلقة الأخيرة اللي هي أمس، هذا اللي صار، هذا اللي صار، اللي صار اللي شفتوه كلكم، وكانت مفاجأة حقيقة، يعني الكل ما توقع أن كلنا صحيح نتعاطف من خلال، الكل توقع ان نهايه ثانيه شيخه تتزوج بالضبط صلاح الملا، الكل توقع، قال خلاص راح يتجمعون بيت واحد، كلهم توقعوا هذا الشيء، كلهم قالوا لنا علي، انا قال تقريبا 29، قال لي علي صدق راح تتزوج امك، راح ترد حق ابوك وتردون كلكم مع بعض وهذا، وترد الامور طيبه، قلت له كل شيء، كل شيء واضح، كل شيء جايز، راح تشوفون. صدمتوهم اعطيتهم جو حلوه من التشويق ومن الاثاره. نعم. وصولا الى الترك اللي كان موجود في مسلسل بياعة النخي، الحبكه الجميله هذه اللي قلبت جميع الاحداث الدراميه، شفنا مشهد جميل للفنان والاستاذ القدير علي جمعه، خلونا نشوف مشهد جميل لفنان العضلة عبد المحسن القفاص، ونرجع نتواصل معكم بأحلى يمعتنا. حياك الله. ايش في ولدك موسى شبرين؟ ما عليك من سالفة البارحة، تالي أقول لك. شاهين خير يبا؟ بروح أنا عندي شوية شغل. ها على خير إن شاء الله. إيش فيك يا أبوك ما تبوزك شبرين كنا ماكلين عشاك؟ أدام عندي أخو مثل هليس اليوم ماني بخير. لا تناجره خليه يولي. ما ناجرته، بس هو سوى سالفة البارح، ليش ما فزيت له أنا وأبو سليمان، مو كف واحد يفز له، يعني دخل عقبكم. إيه إحنا وصلنا قبله بيت أبوي. مالكم حق خير اللي سمعته
الريال دخل عليكم، الواجب تفزون له. ابوك فزله ولا لا؟ ايه فزله هو سليمان. يعني انت وابو سليمان ما وجبتوا؟ والله عيب، والله عيب. يا ولدي يا شاهين لا تزعل مني، ترى انا حسبه عمك وما ابي احد ينقد عليك. غير ان هذا ريال ترى هو اخوك العود، لو في عيوب الدنيا كلها مالك حق، ما تقدر اصلا تتبرى منه. ولده كان معاكم؟ ايه ولده ولدي. قدام اليهال قلت قدره؟ لا يا ولدي، لا بالله عيب. يا ولدي ان حشمت حشمت نفسك، وانت غيرت وشفت نفسك على الناس وترفعت عليهم قلت قيمتك يا ولدي. رجعنا نتواصل معكم مره ثانيه وبرنامج يا حلو يا معتنا. واللطيف بالموضوع كنا قاعدين نسولف تحت الهواء عن كل واحد، وخلونا نقول الاستراتيجيه اللي حاطها وشلون يبي يقضي عطله ما بعد العيد، لان رمضان وموسم العيد يكون موسم مزدحم لكل من يعمل بالفن والاعلام. شفنا المشهد الجميل للفنان عبد المحسن القفاص. اسال استاذنا علي جمعه سؤال عنك وارجع لك. اي تفضل. استاذ علي جمعه، ما شاء الله عليك صار لك يعني عاشرت تقريبا اجيال عديده وصولا للقب فنان قدير. شنو احساسك لما تشوف يعني اخواني ابناء جيلي اللي تتلمذنا على ايدكم قاعدين يرتقون سلمه سلمه معاكم في اعمالكم الدراميه، التراثيه، الكوميديه، الاعمال المختلفه معاكم انت واساتذتنا عفوا اللي تتلمذنا على ايدكم؟ شوف احنا بالنهايه يعني هذه سنه الحياه. احنا ولله الحمد احنا الجيل هذا تتلمذنا من خلال روادنا الكوكبه هذه، يعني اسماء كبيره، تعلمنا الالتزام، تعلمنا شلون نحفظ النص، شلون نقط الفي، شلون نقول الجمل، شلون نأدي من خلال وجودنا معاه. فبالتالي لما نشوف هذا الجيل احنا والله نستمتع، يعني مو بس نستمتع لا ونثني عليهم ونعطيهم يعني خير دليل. الولد ناصر. الولد هذا الولد العاق ما يسمع الكلام يعني انا اهنيه حقيقه، يعني اولا انسان ملتزم، يعني قبل الموعد بساعه بساعه وشيء موجود، قبل موعد التواجد مو التصوير، لا قبل موعد التواجد التزام، يحفظ ايضا ياخذ ملاحظات سواء مني من قفاص من غدير السبتي، بعد احنا ايضا نسلم على غدير السبتي ونقول له كل عام بخير، ويعني معلش يعني ترفس اسفين على ترفس بس ما انت عارف ان ولا رفسه يا ولا رفسه صحيح، مشكوره ساعدتني ما عشتي. وهذه تحيه للامانه استاذ علي من طاقم العمل وفريق العمل وخاصه مخرجينا ومعديننا، يقولوا له يوالك العافيه لكن الم فيها طارئ خلونا نقول صحي او عارض صحي ما قدرت تتواجد معنا بحلقه اليوم، لكن مكانك موجود يا استاذه غدير السبتي. وما عليه يمونون انزين، هذا كله فن جميل قاعدين يقدمونه استاذي. فبالتالي يعني احنا بالعكس هم يكملون مشوار مشوارنا احنا، واحنا نساعدهم ونستانس، بالعكس نستانس لما نشوفهم ونستمتع ان قاعدين يقدمون فن جميل، قاعد يقدمون فن راقي. لكن العجله دائما، هم في بعض الشباب فيهم العجله، يبي من اول سلمه يصعد للعاشره، يعني يبي يطمر. هذه العجله شوي تحتاج الى تقنين من خلال المخرج، من خلال ايضا الفنانين الموجودين. فبالتالي دائما السلمه سلمه راح توصلك اكيد 100%. وايضا الالتزام، الالتزام مهم حتى في الاداء، حتى في قضيه لبس الشخصيات. يعني انا للاسف في بعض الاخوان يكونون معي يعني يصورون، انبههم على تفاصيل، لكن هي هذه تفاصيل مهمه جدا. يعني انت الان في الدور من عائله فقيره جدا، اللبس اللي لابسه حول 200 دينار، يعني هو ما يدري. لا تبالغ، تلبس الشخصيه بطريقه جميله. بالضبط، اي قاعد هو لابس والجل والهذا، فشكله جميل جدا. يعني قاعد اقول له ترى انت ابن فقير ولبسك لازم يكون، انسى انك فلان، انت عندك الان الشخصيه اللي قاعد تقدمها شخصيه انسان فقير جدا. فبالتالي ما يعلم، يعني هذه ايضا مهمه جدا. وجود المخرج، يعني احنا
المخرج هو سيد العمل، فبالتالي صح. لازم يكون هو مسؤول عن الفنانين، مسؤول عنا حتى احنا محتاجين لملاحظات المخرج. اكيد، واحنا ما نستغني عن ملاحظات، خلنا نقول اساتذتنا الكبار اخوي عبد المحسن، لكن انت من واقع القرب اللي بيني وبينك، ما نبي نكون مذيعين لا رماديين ولا دبلوماسيين اليوم، ونبي نعيش اجواء وفرحه العيد. عبد المحسن، انت تجرعتها حبه حبه وقمت تنقي وتختار وصولا الى الاسم اللي انت حصلت عليه، ما ياك بالساهل، تأذيت، منتجين أذوا، تغربلت مع مخرجين، تغربلت مع تنسيق بالأعمال، لكن قمت تنقي وتختار وصولا إلى أنا عبد المحسن القفاص وهذا فني، مشوارك ما يا بالساهل. أول شيء الحمد لله على كل حال، نحمده ونشكره بالأول والتالي، التوفيق من الله، لكل مجتهد نصيب. الحمد لله اجتهدت ونقيت أعمال، ما كان في مشكلة أن يصير عندي عمل برمضان أو ما يصير عندي عمل برمضان، أو أنها تصير عندي عمل هالسنة أو ما يصير عندي، المهم الدور اللي يخدمني، كانت مشكلتي الدور اللي يخدمني، إذا لقيت الدور اللي يخدمني خليته، ما ناسبني لا والله قلت ما أشتغل. الحين أنت وصلت إلى مرحلة جميلة جدا، أخذت اللي تبيه وتركت بصمة شبابية حلوة، لكن بمعترك خلنا نقول الفن اللي إحنا الحين موجودين فيه ومع زخم الوجوه الشبابية الكثيرة اللي موجودة، لازم توقف وتقول مقولة هاملت اللي علمونا إياها، تبي أو نوت تبي، أكون أو لا أكون. من بعد بياعة النخي شلون ناصر الدوسري راح يقول أكون أو لا أكون؟ أول شيء الحمد لله يا رب. أنا قبل كنت أخذ أدوار الثانوية، كنت أخذ يعني مو أي شيء، كنت أخذ الدور الصح الحلو وأنا اللي أخدم الدور، مو هو الدور اللي يخدمني. كنت أطلع يعني، طلعت أنا بمسلسل إلين اليوم يمكن 10 حلقات المسلسل، فهالعشر حلقات الحمد لله سويت بصمة حلوة صح. من اليوم بعدها إني يمكن اشتغلت لمحات مسلسل حلقة واحدة مع أستاذ القدير سعد الفري، أنا لي الشرف كان حلم إني أشتغل وياه. فالحين أنا شنو قادر يبدي يده ويساعد الشباب طبعا. فالحين أنا شنو قاعد أسوي؟ أنا الحين قاعد أنقي الصح، يعني ما أنقي أي شيء والله باخذ الكم، أنا أخذ الكيف وشيء حلو ويطلعني بصورة حلوة فقط لا غير. حلو، هذا أنا ناصر الدوسري أنقي شيء صح. والنعم والله، والنعم وثلاثة العام يا ناصر الدوسري. انتقالا إلى أستاذي علي جمعة، دائما يقولون الأعمال التراثية تحتاج أن تطعم بكاركترات، يمكن اللي دارسين فن، اللي دارسين مسرح، اللي دارسين بالمعهد يدرون شنو هي الكاركترات ويدرون شنو هي الأمور اللي الواحد يتلبسها كشخصية يقدمها للمشاهد أو للجمهور، لكن شنو يعني مدى صحة المقولة هذه أستاذ علي إن الواحد لازم يطعم الأعمال التراثية بكاركترات؟ لأن هل فرجانة القديمة كانت، وهاي يمكن إن شاء الله صحيحة، كل فريج يحتوي على كاركتر، شخصية مثلا مغايرة ل أبي ردك، ليش لازم الأعمال التراثية فيها كاركترات؟ شوف إحنا يعني أنا يمكن ما لحق، لأن أنا مواليد 95 يعني أنا كبر 94 ما خبرني مع عبد الله البري وعبد الله البحري أعتقد أيوه مع عبد الله البري وعبد الله البحري شهر 12 الله يرحم والدي أكبر مني بسنة. إحنا شوف أي عمل سواء تراثي مودرن، أي عمل يعتمد على النص ويعتمد على الكاتب، الكاتب حاط كاركترات أو مو حاط كاركترات، بس احنا بشكل عام احنا قبل فرجان بالفعل في ناس يعني كاركترات موجوده تتواجد، يعني انا لحقت على كاركتر تقريبا هذا الولد يفتر كل الفرجان، حلو معروف زين، ف يقط جمله شكرا بالخير شكرا بالخير يروح ويريد مره شكرا بالخير تو نسلم عليك ويريد خلاص انا عصرت لشها فريج بك يدتي الامانه الكل يعرفه الفرجان كله تعرفه شكرا بالخير لا ويقولها يعني بكل يعني اريحيه وثقه نعم واثق انه شكرا بالخير شكرا بالخير ويرد مره نفسه شكرا بالخير خير فهذا كاركتر موجود بالفرجان فنعرف هذه النوعيه من الكاركترات حسب الكاتب، الكاتب اذا كان عايش الحقبه هذه بالضبط راح يخليها موجوده سواء قاعده او سواء تفتر او حتى بالمدن الكاركترات. لكن السؤال المهم
منو اللي يعمل الكاركترات؟ يعني الكاركتر ترى مو شيء سهل. الفنان اللي يسوي ولا المخرج؟ انا بسوي نفسي ما ادري. لا طبعا الفنان طبعا. المخرج يساعده، المخرج يساهم في تركيب الشخصيه هذه وابعادها، اعطاء اكثر من، يعني انت قاعد تقدم كاركتر، الكاركتر هذا مهم جدا، شلون تدرسه؟ مو تجي تقول والله دور مثلا، نقول دور مينون، اي مينون بس مينون قاعد هي بعد عمري مشكله هذه. لان احنا حتى قضيه مرات في ادوار كاركتر، يعني الكاركتر مهم جدا وخطير، لازم تقعد معاهم، لازم. يعني انا مره في احدى المسلسلات كان اني اتعاطى مخدرات. شلون تعاطى مخدرات؟ انا سيجاره ما دخن. القرار الاخير كان اتصور دروب الشك. انا سيجاره ما دخن، شلون مخدرات وشلون اتعاطى وشلون اخذ وشلون، يعني وايد. فقعدت معاهم تقريبا عاد شلون، وهذه بعدين هي تصير في ترتيبات ان الواحد لازم يتعلم. 20 يوم قعدت معاهم متعاطين. فلما شافوني وايد ناس قال لا يتعاطى 100%، يعني قال لي انا هذا مدلدل على انك وصلت بالضبط. يقول انا اعرف الحركه هذه، يعني قضيه الكوك تنوخذ من خلال الحركه هذه. شلون يعرفها؟ انت الكاركتر هذا مهم جدا، لازم تقعد معاهم، لازم تتعامل مع الشخصيه هذه بحذافيرها حتى تعطيها تفاصيلها. لكن انا نقول والله كاركتر بسوي كاركتر ومشي. وهني ايضا دور المخرج مهم جدا، دور المخرج ان انت يوجهك الى الشكل الصحيح. لكن مخرج زي قلته ما ولا كانه موجود، خلي الطبخه عايمه، هذه مشكله يعني. ما ينفع. نعم. للامانه كلام جميل ورائع من نجوم كبار، من شباب الواحد يفخر انه يكونون موجودين معه بهذه الحلقه، ومن جيل صاعد. انا وايد قاعد اسوي نفسي اكبر منك سنا، لكن ترى انا اخو الصغير، ما لكم شغل، توني صابغ وياي حق الحلقه. ننتقل نشوف هذه المشاهد الجميله معاكم ونرجع نتواصل معاكم بيا حلو يا معتنا. دخلينا بالدار استمر عليه ابو حسن، كل شيء دافع عن روحك. ايش تقول؟ تقدرت حنوتك انت وياها. طلعي من بيتي على امرك، الحين اخذ عباتي واطلع باكر. انا ما نجي لي الاصل والحياه مثلك علشان اطلعك بالليل. على امرك باكر. بقيت تذبحينه حسبي الله عليك. عمي انت شفت بعينك ولا قالوا لك؟ شفت بعيني، يا ليتني ما شفت. وهذا انتي بتطلعين وغصب عليك وعلى اللي جابك. عاد تدرين انا افكر في هالطلعه واتمناها واقول متى ينفك حبسي. بس طلعتي شاطره، توبكتيها عدل انتي ويا الحرمه اللي عندك. ترى عرفت اسمها وعنوان بيتهم وكم ولد عنده. مستمرين معاكم ومع نجوم مسلسل بيعة النخي من مجمع المهلب، وكل الشكر للقائمين على تسهيل العمل للأمانة لبرنامج يا حلو يا معتنا، والقائمين على مجمع المهلب لتقديمهم كافة السبل وتسهيلهم كافة السبل عشان نقدم برنامجنا الجميل هذا. عبد المحسن، خذيت لك خط مناسب جميل جدا كفنان، وشفناك تقدم شخصية جادة لكن فيها كوميديا. زين، يعني جد لكن فيها مسحة كوميدية جميلة جدا، معتمدة اعتماد كلي على كوميديا الموقف. نعم. شلون اخترت الشخصية هذه؟ الشخصية هذه بلقتها من اخوي. بايها من اخوك؟ ايه. حلو، يعني نفس الكلام اللي قاله استاذ علي جمع. ايه. ان الواحد يفترض انه يشوف الكاركترات. طبعا انت دام عايش بهالدنيا كممثل، انت اي شخصية تمر عليك بحياتك زين لابد عندها شيء مميز. حلو. فتخزنه. دائما اقول لك الممثل عنده ميموري، دائما قاعد يراقب ويطالع الناس ويشوف، مو قصده هو، بس خلاص صارت عنده هذه.
يراقب يطالع الناس كاركترات يبدا يجمعها. ترى حتى في الدواوين مرات تصيد كاركترات موجوده بالدواوين. تصيد كاركترات بالدواوين. حلو. فصدت الشخصيه هذه من اخوك. صدت الشخصيه كاركتر اخوي، يعني اخوي من يعصب ما اقدر اموت عليه من الضحك. عصبيته الضحك. لما يعصب باماكن ما يعصب فيها. ما يعصب فيها. زين، واذا عصب كله هو اللي صح والناس غلطانين وهو اللي غلط طبعا. زين. طبعا اجي له تحيه للامانه من برنامج يا حلو يمعتنا. وشوف سبب نجاح اخوك عبد المحسن وسر الخلطه الجميله اللي نجحتها تراك انت. حبيبي القلب الله يخليك. بس الناس بدات تنتقد الحين من شخصيتي هذه، دائما يطلع بالشخصيات الجديه العصبي. طبعا هي ابدا ما اطلع بالشخصيات، لكن الشخصيات هذه قاعد تثبت مخ المشاهد. انا عندي وايد شخصيات قدمتها، شخصيه الانسان الضعيف، السكانه مرتل، كرهتك بهالمسلسل لكن وصلت الفكره. وصلت الفكره. الحبيب. زين، لكن شخصيه الانسان العصبي الكاركتر هذا صار يعني منسوخ بذهن المشاهد. حلو. فدائما يربطوني فيه. حتى الحين انا لما يقدم لي احد المنتجين اقول ان شاء الله ما عصبي. زين، يقدم لي نص اقول ان شاء الله ما عصبي. بعطني رومانسي. بالضبط. خلاص فكوني من هالدور، فكوني من الكاركتر. صح، كله عصبي القصه. يعني في كاركترات ثانيه ممكن استغلها. الفنان اللي يقدر ينوع بدواره ويقدر ينوع بشغله. فخلاص لا يصير عندي قالب واحد، لازم يصير في تنويع وتغلب هذا الكاركتر بشكل. في مشكله اذا صرت نمطي ايضا الناس تملك. بالضبط، لان الفنان لازم ينوع، يعمل تراجيدي، يعمل الكوميدي. الكوميدي نتكلم عن الكوميدي الصحيح. نعم. ما نتكلم عن الكوميدي اللي يكون فيه ابتذال او استهزاء بالفرقه. لا لا لا، احنا للاسف مفهوم الكوميدي صاير عند بعض الفنانين وبعض الشباب مفهوم شيء غريب. يعني انا في هذا العمل الكل قال لي علي لا زدت، لا ارتجلت، لا شفنا لزمه، لا شفنا. قلت لهم يا جماعه النص غني عن كل شيء بقوله. صح. النص اغناني عن كل هذه، مو شرط يا جماعه، يعني لازم اقط الموقف يعني حتى اللزمه يا جماعه. صح. لازم تكون في مكانها. صح. مو لان في لزمه، مو اقط عشان اللزمه واقط عشان مجرد اللي انا ابي اقط واضحك الناس. مو لان بقول لزمه، لا لازم اقول لزمه، لا مو مهم. المهم هل الشخصيه تتحمل هذه اللزمه؟ هل انت يعني المكان اللي بتقول فيه اللزمه مكانه او مو مكان؟ ايضا اقول لك هذا دور مخرج هني، هذا دوره. فقضيه الكوميدي انا لما اشوف النص هذا ممتلئ جميل بالسيناريو، انا اموت على السيناريو على فكره. انا اموت على السيناريو. ليك بالحاشيه مالت النص، اموت على السيناريو اكثر من مرات اقول حق المخرج اقدر الجمله هذه ما اقولها، اقولها بالسيناريو. قال جميل، اذا تقولها بالسيناريو بعد احلى. اقولها بالشخصيه. بالضبط. فيحتاج الانسان انه يتبحر للامانه ويشوف ابعاد شخصيته استاذي عشان يعرف يقدم فن جميل. لما نتكلم عن ابعاد الشخصيه وصولا الى احد فنانينا الاكاديميين اخوي ناصر الدوسري، ناصر مهم جدا خاصه للجيل الحديث وخاصه لاجيالنا احنا، ان لما بنمثل تراثي نرجع حتى الى امهات الكتب المعنيه بتفنيد، خلينا نقول العبارات الكويتيه القديمه، الكلام، الحكايات العتيجه اللي قلوبنا تشاغبنا عليها. ايش رايك؟ الله جميل انت اللي قاعد تقوله. جميل يا بعد راسي. ايش رايك انت بالموضوع هذا لما ندش عمل تراثي وباذن الله راح تقدم لك، وانا كل ثقه انزين يعني بتوفيق من رب العباد وباجتهاد منك اعمال قادمه ايضا تراثيه، شلون تجتهد على المفرده الكويتيه العتيجه ناصر؟ العتيجة أنا أول مرة بحياتي أشتغل تراث يمكن، واستمتعت يعني عرفت الكلام التراث القديم، يعني أكاري أنا ما أعرف شنو يعني أكاري. كنت شنو صيدة شيء كذي؟ لا صيدة حشل لغوة. في أشياء ما عرفتها. حشل لغوة يعني في أشياء ما أعرف، يعني درست قريت حتى قريت ما بين السطور بالسيناريو بالحوار بكل شيء. أنا شخصيتي يمكن شافوها وايد هادي، وايد انا اللي متمسك بابوي وحابه، بس شنو انا ما ارضى على ابوي اللي ابوي اللي خطه غير، بس ان اللي قاعد يسويه مو زين. صحيح. بس انا ماخذ يمكن ماشي على وزن معين اللي هو الهادي،
ما في تدرج، انا شخصيتي وايد هادي فما اقدر ادرج فيها. يعني ناصر تدرس ابعاد الشخصيه، وان كان طبعًا اول عمل ما بيسميه اول عمل، لكن اول عمل حقيقي اللي قال هذا انا، هذا ناصر الدوسري وهذه قدراته. أيه. تدرس ابعاد الشخصيه، تدرس الشخصيه وتفند الامور هذه عشان تقدم شيء حلو. والله انا كنت ابي اللي كنت ابي واحد حركي. حلو. انا شخصيتي يمكن مو حركي بس ان ضبطت الهادي. استاذ علي جمعه قدامك عبد المحسن القفاص، خلاص هم قواهم الله، هم اللي سووا العمل جاي وياكم، هم سووا كل شيء، بس انا هذه هني عصبي وابوي عصبي، وين اروح انا؟ عمل العمل جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بعد الشخصيه مهمه، بعد الشخصيه مهمه جدا، وهذا شيء يعني ضروري ابعاد الشخصيه. بعدين ناصر مجتهد جدا، جميل جدا والله العظيم. يعني انا مو جمله اساس قاعد ويا ناصر، ناصر يسال حتى بتفاصيل الشخصيه. الجمله هذه شنو معناتها؟ ما فهم معناتها، شنو معناتها؟ شلون اقولها؟ شلون تنقال؟ اقدمها زين. فهذا الحرص من الفنان هو اللي طلع الفنان، مهم جدا. ايه؟ الحرص من الفنان هو اللي طلع الفنان، وشوفوا ضحكته صار عليه ظل من كبين ما شاء الله عليه. وهذا اللي دائما نبيل الأمانة، الدعم الجميل ما بين مختلف الاجيال ومختلف الدماء اللي موجوده بنسيجنا الفني الرائع. وصولا الى سؤال كان يقرقع بقلبي ويعطيهم العافيه وعليهم العافيه فريق الاعداد حاطين لنا اياه، حق الاستاذ علي جمعه، تحرص دائما على انك تكون ضمن فريق عمل الفنانه القديره حياه الفهد ام سوزان. نعم. والمعروف عنها ان هي دائما تحب ان العمل يكون كامل متكامل بادق التفاصيل. في ناس تستحمل وفي ناس ما تستحمل، وهذا فن، عشان تقدم فن وانت استاذي وانا اللي اقول لك هذا الكلام، عشان تقدم فن جميل يفترض ان بالك يكون وسيع. احد الوجوه اللي ما انقطعت عن اعمال الفنانه ام سوزان، مدى قربك منها وعلاقتك منها وحرصك على العمل معها؟ والله شوف، هو حرصي على اني اتعامل مع هؤلاء الكبار حرص مهم جدا، لانك انت واثق ماذا ستقدم، انت واثق انك انت راح تترك بصمه، انت واثق ان الشخصيه المكتوبه مكتوبه لك انت. يعني الجميل في استاذه حياه الفهيت ام سوزان كانت معي بالتلفون على مدى كتابة هذا المسلسل، إن ترى أنت دورك كذي يصير كذي، فقاعد تفصل الدور. حلو. تفصل على الأستاذ علي جمعة. بالضبط، قاعد تكتبه حق علي، يعني عارفة يعني هذا اللي ما قلت لك أنا إني أنا هذا النص كان غني إني أنا أرتجل أو أقدم إفيه أو أقدم، أبدا يعني النص كان غني جدا، يعني مفصل ومرتب. بالضبط. فبالتالي أنت لما يجيلك عمل بهذا الشكل، انا حقيقه يعني اشتغل عمياني مع ام سوزان، يعني انت قاعد تتعامل مع في ثقه جميله. بالضبط. يعني انت واثق جمعتكم. انت واثق ان هذا العمل راح يعمل بوم، راح يعمل شيء مو طبيعي. يعني انا يمكن هذا ثالث عمل، الاول عمل كان الغرباء. الغرباء ما شاء الله. أي. كانت مدينتنا ذهب. بالضبط. كانت يعني مدينتنا ذهب. أي. بس ما كنت كنا اثنين كاركترات، انا وسمير القلاف. كنا اجمل كاركترات اللي للامانه تطعم بها العمل. بالضبط. هذه الكاركترات لما نتكلم عن الكاركترات، احنا ما دخلنا كذي عبط انا وابو سمير، قعدنا مع المخرج وقعدنا مع الكاتب وايضا درسنا الشخصيه اكثر من مره، وقاعدين ناخذ توجيهات الكبار رحمه الله عليه الفنان غانم الصالح، وايضا رحمه الله عليه الفنان غانم احمد الصالح، الفنانه حياه الفهد، اخوي عبد الرحمن العقل، عبد الامام عبد الله، قاعدين يعطونا التوجيهات. فبالتالي انت لما تتواجد مع هذه الكوكبه بطبيعه الحال راح تبرز. فقضيه تواجدك وحرصك ان انا اشتغل مع فنانه حياه الفهد مهم جدا. فيعني بدايتي كانت الخراز، بعدين دمعه التيم، هذا العمل الثالث اللي هو بيعت النخي. شيء جميل، وانا قلت هذا العمل بالنسبه لي شرف ونقله فنيه جميله حق علي جمعه. والامانه مو احنا اللي نقول هذا الكلام، المشاهدين هم الحكم، هم الفيصل اللي يقولون ان الاستاذ الفنان الجميل والقدير علي جمعه ترك بصمه في اعماله سواء كانت تراثيه ام مودرن مع الفنانه الكبيره والقديره حياه الفهد ام سوزان. خلونا نشوف هذا المشهد من بياعه النخي ونرجع نتواصل باخر سيجمنت من يمعتنا الحلوه اللي ما اتمنى انها تخلص. فاصل نرجع نتواصل معاكم مره ثانيه بيا حلو يمعتنا. حسبي الله ونعم الوكيل. ينيتم انتم ينيتم، نسيتوا ان عندكم ياهل، وانت كله تاخر بشغلك.
ليش استعجلتوا على طلعة البيت؟ ايش دراني؟ مي راضية عليها جليلة الحياة. يا يما انتي ظلمتيها. وانتي بالله هداك ما شفت وياها شلون متفخ؟ كنا نايمة سنة. وين كان عندها واحد شلون؟ صدق ما تستحين على وجهك، يعني أنا ظالمة؟ لا بعد، قولي إني أنا اللي جايبتها، قولي. استعجلت عني. شب أنت شب. بعد طلع لك لسان. مو كافي إنك تاكل وتشرب وتمشي دينك بالطوفة؟ ولهذا بطلع. مليت من المعاير. اطلع، طلعت روحك عسرة. بس قبل لا تطلع طلقها. خير؟ ليش؟ ايش حق يطلقني؟ ما تحكي يبا. زين كذي؟ هذا انت شككتيه باللي شافه بعينه. يا يما خافي ربك، انت مره مريضه. حرام تحملين ابوي ذنب طول عمره. ذنب مره شريفه عفيفه ما لها ذنب. يا خيه هذا اللي بتجنني. اقول لك ابوك شافه بعينه. ايش فيك انتي؟ صدق ابوي شافه مثل ما انا شفت الكوليه اللي جاتك. ومن بعد هذه المشاهد الحلوة والراقية، ولما نقول راقية خلينا نحط تحتها 13 خط. قلت لكم اليوم أنا أبي أنتزع رداء المذيع الدبلوماسي أو الرمادي، وأبي أسأل أخوي عبد المحسن القفاص سؤال خطير ومرير جدا. قول. مرير. هاي عبد المحسن. أحب المرير. تحب المرير أنت ها؟ سؤال خطير يقول لك إنه بغمار الأعمال الدرامية اللي قاعد تقدم هناك أعمال درامية خليجية وكويتية مبتذلة، رأيك كفنان شاب تحافظ على قيمك كفنان وكونك احد مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحيه اللي يبون يحافظون على الفن والتراث الفني الكويتي، هل هناك اعمال مبتذل؟ طبعا اكيد في اعمال مبتذله، هذا شيء مفروغ منه، يعني ما نقدر نكذب ولا نقول انه ما في اعمال مبتذله، في اعمال مبتذله، في اعمال تجاريه رخيصه جدا لا يهمها المشاهد شنو راح يشوف. كثر بقبض واحطه بجيبي. بالضبط، يهمها الكسب المادي فقط لا غير. سواء من الفنانين المشاركين، سواء من المخرج، سواء من المنتج. في اعمال سيئه جدا قاعد تقدم على الساحه الفنيه في الكويت، وهذا كله بسبب زخم الاعمال اللي قاعد يصير بالانتاج بالكويت. زين، صار عندنا اليوم احنا قاعد نتكلم عن 16 17 عمل رمضاني بس. صحيح. زين، فانت لابد تشيل 10 اعمال سيئه وطلع لك 6 4 اعمال 5 اعمال جيده. اذا طلعت 5 اعمال جيده هذا انجاز. اذا وصلت 3 اعمال هم انجاز. اي والله، فهي صارت سالفه تجاريه بحته، هذه المصيبه العودة. المشكله تدري شنو المشكله؟ المشكله هذه بصراحه استاذ علي، بكل صراحه للاسف الشديد، وانا دائما يعني مو اول مره اقولها، انا قلتها بالاذاعه، قلتها بالصحف، يعني احنا أنا الآن لما يقدم لي هذا العمل، طيب ما أقرأ العمل هذا؟ نعم. يعني عفوا، هذا مجتمعنا؟ هل المجتمع الكويتي هذا يعني ينطبق عليه اللي قاعد يصير؟ ماي مو صحيح. صح يا جماعة، مو صحيح. يعني إحنا لما يجيب في شواذ أي أعممها غلط، أعملها مسلسل غلط، مو صحيح. الأبو ما له علاقة، الأم ما لها علاقة، سلبية، والأبو سلبي، والولد سلبي، والبنت سلبية، اي منو الايجابي اللي قدامه؟ المشاهد وصل لمرحله يختنق. سايق منو الايجابي بالعائله هذه؟ يسائل المجتمع الكويتي. نعم صحيح. ومع احترامي الشديد للمخرجين والمنتجين، حتى باللبس للاسف الشديد لما تقعد انت مع اهلك مع عائلتك، لبس فاضح للاسف. يعني يا جماعه مو هذا لبسنا بالبيت او قاعدين بال نتغدى، او مو هذا اللبس. يعني ليش نحرص على انه يكون اللبس للاسف الشديد مثير؟ ليش؟ او ناخذ صح. اعمالنا كشو او غيره للترويج، وهذا ما هو مجتمع. هذا المجتمع مو مجتمعنا، مستحيل. هذا الكلام اللي نبي نسمعه من فنانين للامانه عطوا من قلبهم وعاشروا اجيال فنيه تواترت وصولا الى الفن اللي وصلنا. بكذي انا ما ابي اقول حلقتنا خلصت، ما راح اخلص شيء معانا من قبل ما ناخذ امنيات تطلعات واي حكايه تشاغب قلب اي شخص
من الاشخاص اللي قاعدين عندنا بيا حلو يمعتنا. ببلش بناصر الدوسري، وعنده مسمى ولقب جميل جدا اقوله على الهواء. شنو هو؟ الشخص اللي دائما يكون بار وجميل وحلو معاك بالسفر تسميه اخو سفره. يا بعد عمري ناصر الدوسري اخو سفره. اخو سفره شو يقول؟ يا بعد عمري يا شباب يا شباب دقوا علي، اي احد سافر دق علي. يا بعد راسي يعطيك العافيه، مشكورين على اللقاء الجميل. سلمك وخليك. بعد عمري مع ابوي، هو ابوي بالمسلسل ابوي بالصج، الله يعني مع اخوي العود عبد المحسن القفاص. يعطيكم العافيه وعيدكم مبارك. بس حاب اقول شيء. عيوني لك. حياكم الله مسرحيتنا. بسوي اعلان، بسوي اعلان. حياكم الله مسرحيتنا فندق المشاهير، بطوله حمد العماني، هيا عبد السلام، فؤاد علي، فرح الصراف، شاهد عبد الله، عبد السلام محمد، ميثم بدر، ريتاج العلي، ناصر الدوسري، ليان عبد العزيز، مسرح العدان. حياكم الله. وزعون تذاكر ببلاش؟ اي ببلاش. اول سطره. اول سطره دقوا علي، خليتوها حكايه منا وكلمه منا. اول سطره الحين انا واستاذ علي جمعه وعبد المحسن القفاص نروح نقعد باول سطره، نبي نشوف ثلاث تذاكر مناصر اليوم الليله. اني اليوم الحين انا قاط قطرتي ورايح. تعالوا ماكش امور طيبه. اخراج عزيز صفر، تاليف فاطمه العامر. وانا وصلت تذاكر عارف سوالفك. لا عندي انا قاعد بالشباب، انا اللي تربيع. وتقول المسلسل خلص ما في طراقات. الموضوع عندك خالص. عندي عندي حبيبي. ربي يوفقك ان شاء الله من هالاعلى يا ناصر، لانك انت فنان جميل وتستاهل للامانه. عبد المحسن القفاص، امنياتك، تطلعاتك، تهنئاتك والحكي اللي شاغب قلبك عليه. انا ما عندي كلمه اخيره وهالحكي تقريبا. انا اهني العالم الاسلامي والعربي كله بحلول العيد. ثاني شيء امنياتي الدراما الكويتيه ترجع لسابق عهدها. احنا نتكلم عن الدراما الكويتية، احنا السباقين في هذا المجال لله الحمد، هذا فضل من رب العالمين. واليوم الشعوب والتطور في المدن والدول يقاس بفنها. زين، احنا عندنا كم كبير من الفنانين الجميلين اللي يثرون الساحة الفنية، من مخرجين من كتاب. لازم نستغل هذيل الشباب والطاقات الفنيه هذه ونطلع فيهم ونرجع لسابق عهدنا. اليوم احنا الدراما الكويتيه بدات تنسرق منا. لا بس شوي قاعد تنتفض انتفاضه جميله. لازم تنتفض، احنا نتمنى هذه الانتفاضه. اليوم انت كنك ماسك خمطه عيش وقام العيش يسلت من ايدك. نحتاج ننخل شوي. لازم. زين، فمحتاجين احنا هذه الدراما تعود مثل ما كانت واحسن وافضل باذن واحد احد ان شاء الله. باذن الله. هذه امنياتي. باذن الله. حبيبي يا عبد المحسن، وختامه مسك مع كبير الجلسه وكبير القعده استاذنا كلنا ومخرجنا اللي تتلمذنا على ايده وفناننا اللي نحبه. احنا المذيعين نقول مخرجنا اللي تتلمذنا على ايده، الفنانين يقولون فناننا وابونا اللي نحبه الاستاذ علي جمعه. شو اللي حاب تقوله بنهايه اللقاء؟ والله احنا بالنهايه نقول عساكم من عواده وشاكرين لكم هذه الدعوه. ايضا انا يعني بهالمناسبه اهنئ وزاره الاعلام ممثله بمعالي وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود، وايضا الوكلاء المساعدين تلفزيون الكويت لهذا النجاح وهذا التميز هذه السنه حقيقه. يعني اللي دخلنا من الدعايات، لكن نقول لكم مبروكين. وانا اتمنى حقيقه يعني ان شاء الله الدراما الكويتيه، انا دائما متفائل حتى لو ما اشوف، لكني متفائل اقول ان شاء الله الاعمال السنوات القادمه شوي شوي. يعني لما نقدم 20 عمل يطلعون خمسه، يطلعون ثلاثه اثنين في كل سنه ان شاء الله يزيدون، يزيد التميز وتزيد الاعمال الايجابيه. لكن ان شاء الله احنا متفائلين ونتمنى ان شاء الله من الله العزيز ان يحفظ هذه الارض الطيبه كويتنا الحبيبه العزيزه من كل مكروه ان شاء الله. امين وعساكم الله. اللهم امين. وانا بدوري وباسمي باسم كل فريق العمل احب اشكر اول شيء ضيوفي للامانه، اخوي الفنان الشاب الجميل النجم ناصر الدوسري، اخوي النجم عبد المحسن القفاص، واستاذي النجم القدير الاستاذ علي جمعه. وصولا الى ختام هذه الحلقه، لكن انا في حكايه بعد بس ابي اقولها. كل الامور اللي تحصل في وزاره الاعلام لابد انه يكون وراءها، يعني وراءها او وراء هذه الامور جنود مجهولين وكتيبه للامانه من الاشخاص اللي تعمل وراء الكاميرات وخلف الكواليس عشان تطلع مذيع واحد بطريقه راقيه وجميله يقابل فيها ضيوفه. كل الشكر لكل العاملين
في وزارة الإعلام وخاصة الجنود المجهولين واللي وراء الكواليس. كنت معاكم اليوم أبي حلو يمعتنا أخوكم هاشم أسد، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. سيم تايم سيم بليس بكرة بإذن الله. في أمان الكريم، نشوفكم على خير، مع السلامة.